ايوه يا سامر، هو انتوا فين؟ مش في البيت، انا واقفه قدام الشقه. ما انا كلمتها على تليفونها مقفول. طب هي فين وهتيجي امتى؟ ايه ده، انت تحت؟ طب انا نازله. باي. ظبط انت دينا. ازيك يا سامر، اخبارك عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ ازيك؟ هي مريم فين؟ مريم في النادي اكيد مع رشيد. انا برضو بكلم الصبح، على فكره تليفونه مقفول برضو، نسيت الشاحن في البيت كالعاده. طب وحياتي، عندك اول ما ترجع خليك تكلمني ضروري. ماشي خلاص، بس تكلمك ليه؟ ما تيجوا كلنا نخرج النهارده مع بعض. نخرج فين؟ بصي مريم لسه ما تعرفش اي حاجه، بس باركيلي النهارده اشتغلت شغلانه جديده، نقله تانية تماما. ايه ده والله؟ اه والله الحمد لله. مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيكي. طب ايه رايك بقى نخرج نحتفل النهارده كلنا مع بعض، وبالمره نسيب رشيد مع سوري مع الناني بتاعتكم؟ اه طبعا مفيش مشكله، نبقى نشوف ونظبط. ماشي، انا عامه هخلي مريم تكلمك وتظبط كل الموضوع. وحياتي، عندك اول ما توصل خليك تكلمني ضروري. حاضر. ايه ده احمد اهو؟ ابو حميد،